المنافسة في السوق دلوقتي بتحكمنا ان البرودكتس لازم تخلص في اسرع وقت ممكن. SolidWorks 2018 بيقدم انهانسمنت بتساعدك انك تخلص الاسمبلي في وقت اقل ومجهود اقل. دلوقتي في SolidWorks 2018 لما تيجي تعمل لينير باترن للكومبوننت تقدر تعمل روتيشن للكومبوننت في نفس الوقت. بعد ما تختار العدد تحدد بس الروتيشن ريفرنس وبعدين تحدد الانكريمنتال انجل. ده بيسرع كتير الديزاين بروسيس وما بتبقاش محتاج لفيتشرز كتير عشان توصل للنتيجة المطلوبة.